بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنكمل مع بعض اللوحات اللي هي الديكور، وهنرسم النهاردة على لوح خشب برضو انا دهنته باللون الاسود، وان شاء الله يعني يطلع شيء ينول اعجابكم. واحنا عملنا قبل كده اللوحة اللي هي الحصان اللي يعتبر يعني عجب ناس كتير والحمد لله، فهندخل النهاردة اللون الذهبي برضو مع الأسود في لوحة هيكون إن شاء الله تعجبكم، وهنمشيها مع بعض وإن شاء الله الشرح هيكون وافي بكم. نبدأ مع بعض العمل بإذن الله. طبعا في البداية هنرسم العين عشان نقدر نحدد بعد كده هنبتدي بإيه. الرسمة دي طبعا يعني فيها درجة صعوبة عن الرسمة اللي قبل كده، لكن ما نقلقش لأن من مميزات الألوان الزيتية إنها بتغطي، يعني أي خطأ ممكن نعمله ممكن نعالجه بالألوان بتداري بعضها. هنعمل العين طبعا، نبتدي الأول باللون الأبيض. طبعا لما اللون يبتدي يعني يجف شوية بنقدر نعمل له عملية تسليح لون، ونظبطه لو في أي حاجة عشان يندمج مع بقية اللون بتاع العين. عشان العين تطلع معانا طبيعية لازم ناخد بالنا من حركة العين من الداخل، الخطوط اللي هي الصغيرة اللي بتبقى في العين دي مهمة جدا عشان تدينا نفس الإحساس اللي هي الطبيعي لرسمة العين. طبعا نبتدي نحدد الخارجي كده باللون البني، طبعا هو مش هيبان دلوقتي عشان الخلفية السوداء، لكن هيبان معاكم إن شاء الله لما نبتدي نحدد يعني كده. لازم ناخد بالنا من حركة الفرشة بكل بالراحة كده، يعني بكل رفق عشان نمشي جزء جزء. نظبط الإضاءة اللي هي المفروض بتكون فوق العين، وفي نفس الشيء برضو الإضاءة اللي هي تبقى تحت العين. عشان تدي للعين شكل جميل وواقعي طبعا احنا هنبتدي برسم الخطوط اللي فوق عشان نخلص الجزء ده، وبعدين نبتدي هنا بالعين التانية والتالتة. بنمشي مع الخط كده بالراحة عشان في أماكن لازم يكون رفاهية. طبعا بندخل اللون الذهبي مع الوش. طبعا هي رسمة غريبة شوية بس هي هتعجبكم إن شاء الله.
في أماكن لسه اللون الزيتي فيها طري، مش هندوس عليها دلوقتي عشان ما إيه ما تتعبناش في التلوين، هنستنى عليها ممكن بكرة أو النهاردة مثلا آخر اليوم. لو لسه ما جفتش هنسيبها لما تجف خالص. طبعا بنخلي ملء الفراغات باللون الأصفر، ما يكونش منتظم، يعني يكون في أماكن متقطع فيها اللون، لأن احنا هنيجي بعد كده هنغطي بعض الأماكن باللون الذهبي الخفيف. في أماكن طبعا هنحط لها ذهبي مع الأحمر بحيث إن هو يدي التفاصيل الوش زي المكان دوت، بس طبعا لما يجف شوية عشان يدينا اللون النحاسي، وندخل اللون الذهبي مع اللون البني. نشتغل شوية في الخطوط الخارجية، عشان ما نرجع لهاش تاني. أهم حاجة ناخد بالنا عشان ما ندوس على اللون الطري، نحط إيدينا في مكان ما يلخبطش الدنيا. أهم حاجة إيدينا ما تقرعش. ولازم نحس بطرف الفرشة، يعني يكون تركيزنا عينينا على لمس الفرشة للوحة. عشان ما نجيش نروح خابطين بالفرشة يحصل انه يحصل لطشة كده في زي ما تقولوا يحصل لطش او خبط سريع في بالفرشة على اللوحة يعمل لك مشكلة في اللون. كده احنا خلصنا الجزء ده، هو طبعا لسه في تعديلات يعني، بس انا ايه ماشيين كده حاجة حاجة. هنا الجزء اللي هنرسمه دلوقتي ده اللي هو الأنف، طبعا الأنف هيبقى فيها فاتح وغامق. هنا الذهب اللي هو الغامق اللي هي المفروض تكون غامقة في الوجه. احنا بنعمل النحاس ده بنحط لون أحمر زيتي على الذهب بنسب صغيرة يعني عشان يظبط اللون معايا. طبعا لما هينشف هيبان اللون.
الشكل النهائي، وطبعا هعمل لكم عليها عرض عن الحائط وهتشوفوها ان شاء الله هتكون عاملة ازاي. ارجو ان يكون الشغل عجبكم واشوفكم في عمل جديد. السلام عليكم.